عبد الله ووديع طالبان في الصف الأول الثانوي، يتدفقان نشاطا وحيوية، لكنهما يشكوان من قلة التحصيل العلمي نتيجة الضوضاء لضيق المكان وازدحامه بالطلاب. هنا في مدرسة 26 سبتمبر سليمة بمحافظة الضالع. عندنا رغبة بالتعليم ولم نسقي من الضغط من الزحمة الشديدة ونشتي فصول جديدة. ما يزيد عن 1500 طالب وطالبة، هم عدد الطاقة الاستيعابية ولفترة صباحية. إقبال مستمر سبب ازدحاما في القاعات الدراسية. هناك مشاكل وتحديات تواجه المدرسة، أبرزها نقص الكتاب المدرسي، نقص الكادر التعليمي، ازدحام الفصول بالطلاب. ازدحام القاعات بالتلاميذ أفقد العديد من المعلمين القدرة على إيصال المعلومة والتحكم بالبيئة الصفية أثناء إلقاء الدروس. هي عدم عدم قدرتنا على توصيل المعلومة للطالب بشكل سليم، أو عدم تطبيق بعض المواد كتطبيق عملي للطالب بحيث يستوعب الطالب المادة استيعاب كامل بسبب ازدحام الفصل وعدم مقدرتنا على توصيل المعلومات بالشكل المطلوب والصحيح. قلة الكتب وأن غياب بعض المدرسين وازدحام بعض الصفوف بالطلاب يؤدي إلى قلة الفهم في الصف بالطالب. العملية التعليمية والتربوية تسير على أكمل وجه بحسب مختصين في التربية، فهي المدرسة التي تم اختيارها من بين المدارس الصديقة، ما تسبب في تدفق الطلاب إليها هذا العام وبشكل غير مسبوق، ناهيك عن بعدها عن أماكن الصراع، لكن ثمة تحديات هي بحاجة إلى حلول ناجعة. أن في ست شعاب في المدرسة ويكون لهن أستاذا واحد، فكم بيكون استيعاب الأستاذ لست حصص في أن في قلة توفر الكتاب المدرسي وازدحام القاعات بالطلاب أهم تحديات العام الدراسي الجديد التي تواجه الطلاب والطالبات. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.